صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 15 لسنة 2019 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 30 لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين. وجاء في المادة الأولى من القرار يستبدل بنص البند الأول من المادة الأولى من القرار رقم 30 لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين النص الآتي: 1- أن تكون المبالغ المستحقة سابقة عن الوفاء وبحد أقصى سنتين.